السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكمل وياكم الدرس الثالث من سلسلة تعليم برنامج الـ 3D Max. مثل ما تعرفون، البرنامج هو عبارة عن مجموعة من الأوامر، وهاي الأوامر طبعا كلها مرتبطة بنظام شجري هيراكليز على طريقة نظام الويندوز. وهذه الأوامر اليوم راح نتحدث عنها بشكل سريع، اللي يحب يسترجع ويانا برنامج الماكس. مثل ما تعرفون، الماكس يحتوي على عدة أوامر. أولها الفايل. الفايل طبعا كل ما يخص الملف اللي انت دا تعمل عليه الآن، هو مثل ما تلاحظون جديد، اللي هو يفتح جديد كامل أو من نموذج. الريسيت فقط اللي هو يختلف عن النيو. الريسيت انه يقوم بترسيت كل ما قمت بحفظه قبل قليل، حتى الخامات، يعني الخامات اللي اذا اشتغلت عليها تروح بالريسيت، اما بالنيو ما تروح. يعني اذا اشتغلت قبل شوية بملف وردت تسوي ملف جديد تبقى بالنيو، اما بالريسيت تتروح. open تفتح ملف قديم، open reset recent مثل ما تلاحظون الملفات اللي انا تقدر تسويها، انا وصلت الى 21. و view image file تقدر اذا كنت انت حافظ يعني تستعرض صورة من ملف سابق مثل ما تلاحظ، حتى اذا تريد ممكن تنفذ عليها او ترسم عليها ما تشاء. save و save as و save copy as طبعا تخزن بطريقة اللي هي دائما فقط صيغة الماكس، ولكن تتغير نسخة السنة. يعني ممكن تخزن بصيغة 2017، هسه هي ما واضحة امامكم، راح تطلع مثل ما تلاحظون 2017 و2018 و2019. هذه اذا كانت مثلا تريد تخزن بنسخة قديمة حتى تشتغل عليها، عفوا تخزن الملف الى نسخة قديمة او تحوله الى حاسبة اخرى، ممكن هذه الطريقة. سيف تخزن وسيف از وسيف كوبي از تخزن هذا الملف اللي انت تشتغل عليه بنفس صيغة الماكس ولكن باسم جديد. وطبعا الملف القديم راح يبقى على اخر تغيير اللي هو قبل عملية السيف كوبي، يعني يبقى محفوظ الى حد ان اجريت عملية السيف كوبي از، والنسخة الجديدة راح تاخذ التعديلات الجديدة بعد الحفظ والى ان تنتهي من عنده. الارشيف تحط الملف مالتك بالارشيف. الامبورت ممكن تجيب ملفات اخرى بصياغ اخرى مثل ما تلاحظون، هسه نشوف لكم اياها. طبعا التعديل الاخير اصبح برنامج الـ 3D Max يدعم الكثير من اللواحق. انا بس فقط اصغر الشاشة وارجع لكم ثانيتين حتى نشوفكم. هذه مثل ما تلاحظون التايب هسه راح تطلع عندنا، ايضا ما طلعت، لكن على العموم نحاول انه نطلعها لكم ما تطلع. اذا نرفعها شوية بعد نشوف. هذه مثل ما تلاحظون هنا اوتوديسك و 3D ستوديو والمبيك وغيرها، ومن ضمنهم ايضا صيغه الاوتوكاد موجوده هنا، اي ظاهره امامكم، وايضا صيغ اخرى اللي هي مثل ما تلاحظون 3D ستوديو. هذا ال 3D ستوديو وهذا الجوجل سكتش اب اللي هو اعتقد اخر شيء يظهر عندكم بالشاشه. ها ممكن تجيب الصيغ الثانويه الى ملف الى برنامج الـ 3D Max وتخزنها في برنامج تعمل عليها في برنامج الـ 3D Max. الـ export تصدر ولكن بصيغ اقل طبعا من الامبورت، لانه يعني الصيغ اللي حاطها هو اقل قليلا، لكن موجودة الاوتوديسك مثل ما تلاحظون، عفوا الاوتوكاد، وموجودة ايضا مثل ما تلاحظون الستريتر وسين اكسبورتر وغيرها من الدبليو دي اف واوتوكاد. بعد ايش عندنا؟ عندنا شير فيو، ممكن تشارك المشهد مالتك مع رابط خارجي او موقع خارجي. سينتو ترسل الى المايا او الى الموشن بيلدر اللي هو خاص ب
إضافة الموشن. طبعا هذا أحد مواقع يعني أحد البرامج اللي ضافوه بالموقع مال شركة 3D Max، ولكن باشتراك فلوس حتى يفعل لك الموشن. المات بوكس أيضا ضمن برامجهم لكن بخطة مجانية، ولكن غير يعني مجدية لكل الأمور. الريفرنس تقدر تضيف ملفات تدمجها مع ملف الماكس بروجكت، أيضا تغير البروجكت، ممكن تغير إعدادات حفظ الملف بدل ما تخليها بالسي مثل ما لاحظتوا أنا بالريسنت كلهن عندي هنا بالإف، هذني وهذني بالجي. أنا طبعا سويت يعني من البروجكت من كرييت ديفولت، تقدر تغير مكان الحفظ وأيضا ملفات اللي تذهب كلها الأرشيف وسيف آز، وكلها تذهب إلى ممكن إلى مكان خزن آخر غير السي على مود يعني تفرق لك. سامري انفو تسوي يعني انت معلومات خاصة بيك، هنا مثل ما تلاحظون تكتب معلوماتك الخاصة هذه كلها بالملف، ممكن حتى تبقى معاك مخزونة. وفايل بروبرتيز ايضا تضيف اعداداتك الخاصة، العنوان والسبجكت والايثر اللي هو انت اللي يعني المؤلف او المنتج، المانجر المدير والشركة الى اخره، من كل الاشياء كلها تنخزن مع الملف اذا تريد تصدره الى جهة خارجية. بريفيرنس اللي هي اعدادات الخاصة انت بيك كمستخدم، ممكن تغير الواجهة وتغير اللون وتغير الكثير وطريقة الحفظ والى اخره من الاعدادات اللي طبعا كلها تحتاج الى شرح خاص بها. الاديت طبعا الاديت مثل ما تعرفون ما تشتغل اذا مو عندنا ملف عفوا يعني مجسم موجود، وهذا المجسم مثل ما تلاحظون احنا اذا دسنا على الاديت راح تشتغل، اما اذا طلعنا من المجسم اكو اشياء مثل ما تلاحظون راح تختفي. الاديت نرجع نعيد نكمل الشرح، مثل ما تلاحظون الفيرتكس هي نقاط وتشتغل على الحافة وعلى البوردر ايضا الحافة، مثل ما تلاحظون نعطيك رسم بوليجون على المضلع وعلى العنصر والى اخره. تختار السلكت هو تختار الكل او عدم الاختيار او تختار بالعكس وغيرها. الترانسفورم التحولات، وهذا يعاز جدا مهم، احنا راح نشوف مثل ما تلاحظون هسه راح نطبق الميرر هذا سواء راس الميرر، طبعا هو هنا نو كلون يطلع، احنا ممكن نختار كوبي. كوبي تنطيك نسخة مشابهة تماما للشكل، يعني نسخة لكن ما تتأثر بالشكل القديم، يعني هذا الشكل الجديد هسه نغير لونه نسوي على التعيين لو مثل ما تلاحظون كل ما مبين امامكم هذا اللون. على العموم اذا غيرنا من القطر للشكل الجديد راح يبقى الشكل القديم، نسوي ديليت نرجع على الإديت ونرجع على ميرور، بدل ما كوبي نسوي انستنس. طبعا الانستنس والريفرنس هنا ينطيك شكل ملتصق القديم بالشكل الجديد، لكن مثل ما تلاحظون هسه اذا غيرنا هذا الراديوس راح يتغيرن اثنينهن سوية. الإديت نرجع نكمل. الترانسفورم بها عدة اختيارات اللي هي محاذاة، من المحاذاة تقدر تسوي محاذاة شكل مع شكل آخر مثل ما تلاحظون هو مساوي لك ماعون وكوب. محاذاة كلها يعني هسه هنا هذا هو قالب الشكل وإلى آخره من مقلوب إلى عدل، ومحاذاة مع المشهد ومحاذاة طبيعية وغيرها. طبعا أكو بي مسوي لك مثل ما تلاحظ مسوي لك نماذج حتى تعرف شنو اللي راح تقدر تسوي. الإديت بيفوت هنا طبعا احنا قبل شوية غيرناها، لكن احنا نقدر مثل ما تلاحظون البيفوت اللي هو هذا المركز، طبعا البيفوت يساعدنا بأثناء عملية التحريك، يعني هسه مثل ما تلاحظون الشكل بدأ يتحرك بشكل حر حول البيفوت الموجود، يعني تغيرت اعدادات الشكل تماما. وترانسفورم تايب والى اخره من
التبليس هايلايت الإضاءات والكاميرا والمحاذاة للكاميرا ومحاذاة للمشهد وإلى آخره، محاذاة طبيعية وغيرها. البيفوت شرحناها، الدوبليكيت اللي ممكن اللي هو تسوي مضاعفة للشكل أو تسوي مضاعفة ضمن مصفوفة معينة مثل ما تلاحظون هذا مسوي لك حلقة. سناب شوت ممكن تسوي داخل شكل معين، يعني تسوي له تكرار ضمن شكل معين، سبيسينج ضمن مسافات معينة، وكلون ومحاذاة اللي هو تسوي محاذاة مثل ما تلاحظ هذا الكرسي اللي هو محرك إياه على وفق البيضوي اللي هو الميز، والسكاتر ممكن تسقط أشجار على جبل مثل ما تلاحظ هو مسوي لك نقاط. الاتحاد والتقاطع هو خاص باجتزاء شكل من شكل. الجروب ممكن تسوي مجاميع، وهذه طبعا مفيدة بالموشن يعني بالحركة، تقدر تحرك عدة أشكال تجمعهن بجروب وتحركهن سوية إذا كان مثلا بعدين تريد هاي الأشكال في وقت آخر تنفصل، يفيدك الجروب. الكونتينرز تسوي حاوية وتحط بها عدة مجسمات حتى لو كانت هذه المجسمات عبارة عن جروبات. الأوبجكت بروبرتيز تغير من إعدادات الشكل اسمه ومغيرات كل اللون وغيرها من الإعدادات. الأوبجكت هنا طبعا نلاحظ أنه الأوبجكت بيها كل الإعازات اللي موجودة بقناة الموديفاير الكرييتر، يعني احنا بس اشوفكم النافذة كلها حتى تصير واضحة امامكم. تمام، رجعنا. كل الاوامر اللي موجودة هنا بوكس وسفير وسلندر وتاورز كلها موجودة هنا بالأوبجكت، يعني هاي لما تجي انت تريد تسوي ستاندرد تتغير الى اكستندد تلقي الهايدرا، وتروح الى الكومباوند اللي هي الاوامر تلقي الميش والمدري شو هاي الاوامر كلها الاخرى، والبارتصل انظمة الجزيئات والى اخره. بدل ما تفتر وتروح وتبحث كلها هذه تلقيها في الاوبجكت، وطبعا هذا الشيء يسهل لك كثير من الوقت. راح نرجع نكبر الشاشة. مثل ما تلاحظون الاوبجكت موجودة بها البريمتيفز اللي هي البوكس والكلون اللي هي موجودة قبل شوية حقناها، الاكستندد بريمتيفز اللي هي الاشكال الثانوية اللي هي الهايدرا مثل ما قلنا لكم، والعقدة والصندوق المشطور والاسوان المشطورة والى اخره، الأشكال الثنائية الأبعاد سيكشن والقوس والدائرة والكذا، والأشكال البديلة اللي هي خاصة بالمهندسين اللي يعرفوها اللي هي الزاوية والشنل والتي والوايد اللي هي خاصة برسم المقاطع مثل ما تلاحظون هذا مقطع اللي هو يرسمون من عنده الشيلمان تسليح الهياكل البنايات. Architectural Parts اللي هن طبعا أنظمة المساعدة اللي هي مثل ما تلاحظون هنا أشجار، وهنا حاطنا الأشجار وحاطنا سياج وحاطنا حائط، وهذني طبعا إذا تريدون تلقوهم كل وحدة هنا محطوطة بخانة واحدة، مثلا الأي إي سي هاي الأشجار والحائط أيضا واحد. هنا أنا كلهن تلقوهن موجودات، طبعا ما ظهرت امامكم لانه انا صغرت الشاشة، كلهن موجودات في مكان واحد حاطهن اللي هن هذني الابواب حاطهن بمكان، والسلالم حاطهن جامعهن، وبعدين النوافذ كلهن جامعين اياهن في مكان واحد. compound object اللي هن الاوامر الخاصة باجراء تعديلات على الشكل، طبعا اوامر يعني تنطينا اشياء جميله ومختلفه. النيرفز اللي هي تكون مجسم من نقاط. الاضاءات والكاميرات والادوات المساعده اللي هي مثل ادوات قياس المسافه وادوات قياس الزاويه وغيرها من دامي للحركه وغيرها، وهذه مساعدات اخرى ايضا مثل ما تلاحظون كثيره، اوامر اخرى كلها تلقوها بالاوبجكت، وهذه
تسهل علينا البحث والانتقال ضمن الأوامر الجانبية. هذه خاصة بالجزيئات اللي هي المطر والثلج، شو وقت تطلع، شو وقت تموت، شو وقت تسوي مجموعة، الأنظمة الجزيئية هنا شو وقت تسوي، شنو هي مثلا هي ثلج أو عاصفة أو مطر أو إلى آخره. هذني عناصر دايناميكية، يعني حركة بها، مثل ما تلاحظون يمكن أعتقد مو واضحة أمامكم هواية. هذا سلايد وهذا مفصل مال بار وهذا تويست اللي هو يعني يسوي دوران حول نفسه، وهذا أيضا إلى آخره. قوة اللي هي الجاذبية والريح والجذب والدفع، هاي كلها ممكن تجري إجراء حركات على تسوي متغيرات على العنصر وفق هذني وفق قوانين خاصة تعدها مسبقا، فممكن الشكل يتغير أو ينجذب أو يندفع أو يكون وفق قوانين الفيزياء. نتمنى أن تكونوا استفدتوا من درسنا لهذا اليوم، وأن نكون ما أطلنا عليكم. لا تبخلون علينا بالاشتراك بالقناة حتى توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. نلتقي وياكم في درس قادم إن شاء الله.